السلام عليكم شو بيردي زاد فانيك نزيد نتكلمو على على ارسنال ارسنال يعني كاع الفرق الكبيرة اللي شلناها اليوم وتكهنا باش باش تفوز خارج القواعد تاعها راهي فازت فانيك ارسنال اللي قصفت بالثقيل ارسنال اللي عاودت ولات فانيك ارسنال يعني رغم المشاكل اللي عندها في البطولة وكيفاش مع الجمهور تاع ينتقدوا بزاف المدرب فانغير بصح شنا كيفاش ارسنال اليوم كيفاش لعبت لعبت بروح قتاليه كبيره لعبت من اجل الفوز لعبت من اجل التاهل في خارج الديار وشناها كيفاش اليوم كانت مطالبه بالفوز وفازت اليوم وعلى نتكلم نتكلموا على الاهداف الثلاثه اللي تسجلوا يعني قراءه جيده قراءه من عند المدرب قراءه من عند الشخصيه تاع اللعاب اللعابه ثقافة تاع تعال... تاع انجليز اللي ما ي... كيما يقول لك ما ي... ما يتهاونوش وما يحقروش لادفيرسير آه ينجم يمركي ثلاثه يمركي، اربعه يمركي، خمسه يمركي، يعني كانت مقابله شيقه، مقابله احنا اللي ما نكذبوش عليكم نشوفوا لقطات كما يقول لك نشوفوا 10 دقائق ربع ساعه في اليوتيوب ونديروا تحاليل تاعنا، يعني مقابله كانت جميله، مقابله اللي كانت مقبوله، مقابله مقبوله، مقابله من اجل التاهل وفقط. من اجل الفوز وشنا كيفاش تاهل كيفاش فازت ارسنال على فريق فريق ما عندوش خبره كبيره فريق ماهوش فريق يصنف من الكبار يعني الفريق هذا ما ما صابش اي منفذ باش وقف قدام فريق فريق كيما ارسنال فريق عملاق فريق كبير هذه هي هذه هي كرة قدم، كرة قدم ثقافة، كرة قدم شخصية، كرة قدم تطبيق تعليمات المدرب، احترام ما بين اللعاب والمدرب، مدرب يكون قاري يعني هنيك، مدرب يكون يكون محترم لازم يكون عنده لي ديبلوم، لازم يكون قاري، مشي مدرب تاع بلاطوات، هذه هي وربي يحفظكم وصحيتو